تواصل قوات الشرعية اليمنية شق طريقها صوب صنعاء بهدف استعادتها من أيدي المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكلما أحرزت قوات الشرعية تقدما على هذا المحور تزداد حدة المواجهات بين الجانبين. القوات الحكومية التي باتت على بعد 60 كيلومترا من العاصمة صنعاء تسعى الآن لفتح جبهات عدة للزحف باتجاه صنعاء انطلاقا من محافظتي الجوف ومأرب. الآن احنا أبطال المقاومة أمام مفرق الجوف، هذا مفرق الجوف وهذا فرضتنا. باتت قريبة ما هي إلا ساعات وإحنا فيها. المقاومة من الجوف بدأت تتقدم من هذا الجهة، كذلك كتائب من اللواء 141 في هذا الاتجاهات في هذا على رؤوس هذه الجبال، وبإذن الله منتصرين. نحن هنا في مفرق الجوف قريبين على بعد تقريبا 500 متر من فرضتنا، والمعركة الدائرة هنا، وهذا التراب الذي نحن فيه هو جزء من تراب الوطن الغالي الذي نحن هنا جئنا لنحرره من أيدي هؤلاء العصابة الخاسئة الشرذمة الإنقلابيون الحوثيون ومن يدعمهم سواء عفاش أو غيره. معارك شرسة تخوضها قوات الشرعية هنا شرقي محافظة صنعاء، وبالتحديد عند مشارف بلدة فرضت نهم، ويسعى مقاتلو الشرعية جاهدين للوصول إلى مركز البلدة بهدف قطع طرق الإمداد عن ميليشيات الحوثي وصالح المؤدية إلى المرتفعات التي لا يزالون يتمركزون فيها. نحن الكتيبة العاشرة اللواء 141، الآن احنا على مشارف فرضت نهم، باقي لنا 500 متر، حوالي 500 متر إلى هناك، وهناك مجموعة من الكتيبة العاشرة ماسكين هناك موقع، وهنا معنا موقع. المعارك في هذه المناطق الوعرة تكاد لا تتوقف، فالميليشيات أجبرت على التراجع هنا غربي فرضت نهم، بينما يواصل مقاتلو الجيش الوطني ملاحقة الحوثيين وحلفائهم وتحديد مواقعهم قبل أن تصبح في مرمى نيران قوات الشرعية. التقدم العسكري في شرقي محافظة صنعاء خلال الساعات الأخيرة كان محدوداً، لكنه يضيق الخناق أكثر على ميليشيات الحوثي وصالح.